14 شوطا مثيرة اشتمل عليها سباق الهجن بولاية هيمة، والذي جاء ضمن الأنشطة والفعاليات الصيفية التي تنفذها المحافظة في نسختها الثانية هذا العام، وشهد مشاركة واسعة من ملاك الهجن. يتم الإعلان عن السباق، الجماعة يجهزون له اللي هم أصحاب الحلال الملاك يجهزون لهذا الحلال من خلال سباقات احنا نسميها التصوير، وهي سباقات تأهيلية للسباقات الكبيرة اللي مثل هذه السباقات، يجهزون حلالهم وعسى الله يوفق الجميع إن شاء الله. السباق توزع بين ثلاث فئات، فئة الحجائج مشتركات وهي الإبل التي سبق لها أن شاركت في مثل هذه السباقات، أما الفئة الثانية فكانت حجائج الصعوب التي تشارك لأول مرة في هذه المنافسات، أما الفئة الثالثة فكانت اللقايا لمسافة 3 كيلومترات. تجهيز الناقة شغلة طويلة وقت يبالي، بعد ما قيض أنك تحاول أنك تساير عليها شوي شوي، فحمي على الخفيف، تشترك باشتراكات قبل ما تباع من هي ركض، تحاول أنك تشترك اشتراك أو اشتراكين قبل، وعقب تدور من هي وتعطيك السبوب. سوق الهجن متداولة والحمد لله مستمرة، وأسعارها الحمد لله عالية ومتصاعدة، وعلى مستوى سواء كان على مستوى السلطنة أو مستوى الخليج، فهذه حركة سوقية، والشباب وبناء المجتمع وايد مهتمين بهذه الرياضة، وصارت رافد للشباب واللي باحثين عن عمل أنهم يهجون هذا المنهج وهذا المجال. سباقات الهجن والرياضة هذه تجيب خير الحمد لله رب العالمين، وهذا موروث الآباء والأجداد، ولا بد أن نحافظ عليه ونتمسك فيه. وفي ختام مجريات السباق تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى إلى جانب الأشواط الأخرى. بالإضافة إلى أهميتها التراثية والثقافية، فإن سباقات الهجن تعد رافدا اقتصاديا جيدا وفرصة للباحثين عن السلالات المعروفة من النوق. محمد بن سعد العلوي من ولاية هيمة بمحافظة الوسطى.